قيم نزرعها نعليها بقلوب الناس ننميها بها نسمو وبها نرقى ونفاخر في الدنيا فيها بالأخلاق تحلت نورا وبها رسمت أحلى صورا وكذلك فواز فينا كالبدر أضاء لنا نورا. نورا، هيا هيا استيقظي يا صغيرتي لتقومي بحل واجباتك، ولا تنسي أن تطفئي جهاز التكييف. حسنا يا أمي. سأذهب في زيارة لجارتنا حيث أنها مريضة وسأعود سريعا. لو أغلقت جهاز التكييف سيصبح الجو حارا مرة أخرى. سأتركه يعمل ليحافظ على الغرفة باردة. أشعر بالعطش الشديد. متعة شرب الماء البارد لا تقل عن متعة الجلوس في هواء التكييف البارد أو هواء الثلاجة الأبرد. والآن الجو مناسب لحل الواجب. هل انتهيت يا نورا؟ قربت على الانتهاء. نورا، لماذا تعمل كل أجهزة التكييف؟ كنت فقط أشعر الجو بارد بارد، ولكن هل بقيت نائما حتى أتى فصل الشتاء؟ ها؟ يا إلهي، ما هذا؟ ما الذي حدث؟ لقد انقطع التيار الكهربائي. يجب أن أقوم بالاتصال بأبي. سيصبح الجو حارا. لحسن الحظ أنني قمت بتشغيل جميع أجهزة التكييف في المنزل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هل الكهرباء مقطوعة؟ نعم. غريبة، لقد وجدت باب الثلاجة مفتوحا. لقد قامت نورا بتشغيل كل أجهزة التكييف في نفس الوقت، ويبدو أن هذا قد سبب ضغطا على العداد فانقطع التيار. أظن أن هذا يفسر مسبقاً المبلغ الضخم الذي سندفعه جميعاً هذا الشهر في فاتورة الكهرباء. لم أكن أتوقع أن الأمر سينتهي بكل هذه المشاكل وأنني سأدفع من مصروفي لسداد فاتورة الكهرباء. أعتقد أنك عرفت الآن، ومن الآن فصاعداً ستساعدين على الترشيد في استخدام جميع الأجهزة الكهربائية. آسفة يا أبي، وأعدك ألا أكرر ما فعلت، ولكن لي طلب صغير. وما هو؟ أن تشتري لي مروحة يدوية صغيرة حتى أقاوم بها حرارة الجو.